السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. قبل ما نبداو اللي باقي ما تابوناش في القناه يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. وصفتنا اليوم هي تشيز كيك بارده، يعني ماشي اللي كتدخل الفران. تشيز كيك اللي كتجي رائعه منظرا ومذاقا. ندوزو بسم الله المقادير. عندنا 200 غرام ديال البسكوي، 40 غرام ديال العسل، و 30 غرام ديال الزبده ذايبه. اول حاجه غناخذ هذا البسكوي غادي نطحنوه ونرجع نكملو. من بعد غادي ناخذ العسل غنضيفو على هذا الخليط، نزيدو الزبده ونحركوه مزيان. من بعد ما خدمناها مزيان كيولي خليط بحال هكا، كندخلو الزبده والعسل في الحبيبات ديال البسكوي. غناخد واحد المول، على خديت هاد المول غلفتو بالفيلم اليمونتير من التحت ودرت لي واحد البابي سيلفريزي هو اللي غادي نخدم فيه. هاد المول فيه 20 سنتيم، انا بغيت تشيز كيك ديالي تكون عاليه. غنخوي الخليط ديال البسكويتنا وغادي نقادو مزيان. كندرك عليه مزيان بحال هاد الشكل. كنكونو كملنا المرحله الاولى وغنخليوها على جنب وندوزو للمرحله الثانيه. بالنسبه للمرحله الثانيه كنحتاجو 180 غرام ديال الجبن كريمي، انا استعملت هذا، 120 غرام صفار ديال البيض، 120 غرام سكر سنيده، 160 غرام ماء، وجوج الوراق ديال الجيلاتين اللي درتهم في الماء باش يرطابو، و 320 غرام كريمه بدون سكر. غنبداو اول شيء غادي نديرو الماء والسكر ونردوهم يغلاو فوق البوطه. بالنسبه اللي عندهم الميزان غيعبروا بدرجه الحراره 121، بالنسبه اللي ما عندهمش غيتبعوا معايا واحد الطريقه باش نعرفوا واش السيرو ديالنا غيكون واجد اولا. هنا من بعد ما دازت 5 دقائق والسيرو كيغلي غادي نشوفو واش السيرو ديالنا وجد. غادي ندير يديا في الماء بارد، نخليها واحد شويه ونهز شويه السيرو. الا ما تكوناتش لينا واحد الحبيبه او كويره كنعرفو السيرو باقي ما وجدش.
هنا بعد ما دازت تقريبا 12 دقيقه على نار متوسطه غنعاود العمليه. كنأكد ديما ديروا صبعكم في ماء بارد. هنا بدا كيتشكل ليا بدات كتشكل ليا الكويره، غنزيدها واحد شويه ونعاود التجربه. هنا الخليط عندي واجد باش يعقم لينا الصفار ديال البيض. هنا غنبدا نضيف السيرو ديالي على البيض وانا كنحرك، غادي يهبط السيرو بشويه، ما نكبوش دقه واحده، نهبطوه بشويه بشويه. غادي نعصر هاد الوراق ديال الجيلاتين، ونزيدهم هنا. هنا ميزنا ميضفنا الجيلاتين، غنحركوه باش يذوب. ومن بعد غادي نصفيو الخليط، وغادي ندوزو باش نحضرو الكريمه ديالنا. هنا غادي نطلع على كريم فريش ديالتي مع الجبن الكريمي. هنا من بعد ما طلعت الكريمه ديالي غنضيف عليها الخليط ديال السيرو وصفار ديال البيض. هنا غادي نجيب المول ديالنا ونصبو فيه الخليط. من بعد ما كبيناه غادي نقادو، غادي نخليوه ليله كامله في الثلاجه او المجمد ونكملو من بعد. بالنسبه للكولي ديال الفريز او الفرومبواز، انا استعملتهم بجوج، خديت 150 غرام مخلطه فريز وفرومبواز، و20 غرام ديال السنيده، 3 المعالق ديال الحامض، ونص ورقة ديال جيلاتين. غادي نطحنو ونرجعو. هنا غنضيفو السنيدة وغنضيفو الحامض، وغادي نردوه فوق النار و
واحد جوج دقائق او ثلاثة دقائق، ومن بعد غنزيدو ليه الورقة ديال الجيلاتين. هنا نضيفو الورقة ديال الجيلاتين ونحركوها باش تذوب ونخليه يبرد. هاي التشيز كيك ديالنا وجدات بعد ما بقات ليله كامله في الثلاجه كونجيلاتور. دابا غنحيدوها من المول باش نديكوريوها. نقاد ليها الجناب ديالها غادي نزوق تشيز كيك ديالي بالفواكه الحمراء. نتوما زوقوها بالشكل والطريقه اللي كتعجبكم، كل واحد على حسب الرغبه ديالو.